بنعرف ان القلب بيتكون من اذنين وبطنين، الفؤاد بيتكون من ايه؟ الفؤاد بيتكون من حاجات كتيره، في حاجات كتيره احنا عرفناها وحاجات كتيره لسه ما عرفناهاش. الحصينه، الحصينه ده اللي هو عباره عن تصغير حصان البحر. نعم. ده حجمه من 2 لـ3 سنتي، حوالي 1/100 من المخ، وده مسؤول عن تخزين الذاكره. واللوزه، اللوزه دي هي بالظبط عندنا زي الكاميرا اللي انت حاطها في البيت. الكاميرا دي بتكشف اي حاجه. مشكله اللوزه دي ان هي انفعالاتها قويه جدا جدا، بحيث ان هي بالذات في الحاجات الحسيه او في الخوف او الرعب، دي هي الكاميرا بتاعه الجسم. والزنار، الزنار اللي هو مسؤول عن توصيل الحرق، لو حصل حرق هنا في الايد هو اللي بيعرفنا ان هنا ايه، هو الحاجه الوحيده اللي بتوصل. يعني في اماكن كتير الالم، لكن الزنار مسؤول عن الالم المسؤول عن الحرق. والمهاد، المهاد هو عباره عن مركز ذاكره، مركز ذاكره اللي هو بنسميه هنا السلمس. المهاد وما تحت المهاد، وما تحت المهاد برضه، هما الاثنين دول عباره عن توصيله من الجزء من الفؤاد. والوطاء، الوطاء برضه نفس الكلام. في يعني خد بال سعادتك، الذاكره فيها انواع كثيره جدا، ذاكره وقتيه وذاكره سريعه وذاكره مركبه وذاكره مرتبطه باشياء معينه. احنا مش عايزين طبعا يعني ايه نتوسع علشان ما نتوش الناس، لكن هي مركز ذاكره. ياتيكم في هذه الاوقات